هذا وقد أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله الزينل رئيسة مجلس النواب أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسخت مكانتها المتقدمة في التمسك بالالتزامات الدولية واحترامها للمواثيق والقوانين والمشاركة الفاعلة في تقوية الإجماع العالمي الرامي للوصول إلى عالم أكثر استقرارا ونماء على جميع الأصعدة. بمناسبة ذكرى يوم الأمم المتحدة أشارت معالي رئيسة مجلس النواب إلى ضرورة تفعيل المبادرات والرؤى المتقدمة الرامية للحفاظ على قوة النظام الدولي منوهة بالمضامين الرفيعة والأطروحات الهامة التي تضمنتها كلمة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في الدورة 75 لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تمثل منهاجا رائدا لتسوية النزاعات وطرح الحلول من أجل نظام عالمي قائم على ترسيخ وحماية حقوق الإنسان وتحقيق أعلى مستوى للتنمية من خلال دعوة جلالته لتنحية الخلافات وتقوية مجالات التكاتف الإنساني. أكدت معاليها أن الظروف الاستثنائية جراء تفشي جائحة كورونا كوفيد-19 تفرض الحاجة لتعزيز مسار العمل العالمي الجماعي لمواجهة الأخطار والكوارث والأوبئة وإيجاد مبادرات مبتكرة للتعاطي مع المستجدات المختلفة والتي تشكل تهديدا لاستقرار الدول والمجتمعات، مشيدة بالجهود التي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله في الالتزام بتعهداتها الدولية والحرص على تطبيق السياسات المرتبطة بمجال حقوق الإنسان.